طبعا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ناس كتير بتشوف إنه الاستثمار شيء غير آمن ومكلف وفيه مخاطر. ناس تانية تشوف إنه الاستثمار لا، ده حل لابد منه دلوقتي ولازم استثمر في شيء مضمون. ناس تفكر تستثمر في الذهب، في العقارات، ناس تشوف إنه الحفاظ على مدخراتي في البنك ده نوع من أنواع الاستثمارات. ناس كتير ابتعدت عن موضوع انه نستثمر في العملات ونحتفظ بالعملات لانه في تذبذب في اسعار العملات. طبعا انا كلامي هنا مش على المستثمرين الكبار، انا بتكلم على الناس العاديه اللي عايزه تحوش جزء من دخلها وتقدر تستثمر وتطلع فايده صغيره تساعدها في الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنعيشه كلنا. الحقيقه هنا صعب ان انت تعتمد على مساله انه زي ما شفنا الفتره اللي فاتت ناس تشتري دولار وبعدين تبيع الدولار، ده اثبت فشله الحقيقه، لانه ده استثمار غير امن وغير مضمون في ظل ما يحدث من تذبذب لاسعار العملات. كمان ناس كتير تشوف ان الذهب مش ملاذ امن ومش الحل الانسب اللي اقدر اعمله. انا هنا بكلم حضراتكم عن الناس العاديه اللي عندها مبلغ صغير، ممكن تستثمره ازاي وازاي ممكن يكون استثمار امن ويعود بقيمه عليا لما ابتدي هذا الاستثمار. متهيألي ده حديث يهم الجميع، علشان كده معانا عبر زوم دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور، مساء الخير عليك. ازاي يكون معايا مبلغ مادي صغير اقدر استثمره، واستثمره فين ويكون في عائد ذو قيمه استفيد بيه؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك والساده المشاهدين. وطبعا النهارده تتناول الموضوع مهم جدا، والحقيقه هو موضوع الساعه في كل البيوت المصريه، نظرا لانه الناس بدات تحس بهواجس كتيره اقتصادية، وأي حد مع مبلغ من المال بيقول إزاي أنا أستثمر هذا المبلغ، أو إزاي أنا أحافظ حتى على فلوسي من التآكل اللي هي ممكن تكون. الحقيقة الفترة الأخيرة بدأ في هجوم مبالغ فيه على اقتناء الدولار وعلى اقتناء الذهب، وللأسف إحنا كنا بنقول اقتصاديا إنه الذهب يعتبر ملاذ آمن، صحيح، ولكن طبعا كثرة الطلب عليه أدت إلى زيادة المخاطر المرتبطة به، ونظرا طبعا لتقلبات الأسعار العالمية، وبالتالي بقى موضوع في غايه الحساسيه. طب يا دكتور معلش، كنا زمان يا فندم لما بندخل محلات الذهب كان بس للشبكه او لل، صحيح، يعني نادرا لما تلاقي حد بيدخل محلات الذهب الا لظرف يعني اجتماعي. انما النهارده احنا بنلاقي مواطنين كتير بيدخلوا محلات الذهب من اجل ان هم يستثمروا شراء المصوغات الذهبيه، سواء في شكل سبائك ذهبيه او في شكل مشغولات من أجل الاستثمار. ولكن طبعا طرق تانية لابد أن احنا نعرفها كمصريين. على سبيل المثال أنه النهاردة اتفتح عندنا في مصر ما يسمى ببورصة ذهبية أو ببورصة الذهب، وأن احنا في الحالة دي ممكن نضع مبلغ مالي معين. مبالغ المالية دي بتبتدي من مبالغ مالية صغيرة إلى مبالغ مالية كبيرة، ومن ثم في نهاية المدة من الممكن للمواطن أن هو يحصل على حقه المالي كذهب. أصغر مبلغ أنا ممكن أستثمره فيما يخص بورصة الذهب ده بيبقى كام؟ وهل الاستثمار في مبالغ ما هياش كبيرة استثمار آمن وذو قيمة؟ زي ما قلت لحضرتك، حضرتك بتحط الوعاء مالي، والوعاء المالي ده بيتحول إلى ذهب، ولكن في نهاية المدة بيبقى لك حرية الاختيار، إما أن حضرتك تاخدي حقوق ذهبية أو أنك ممكن تحصلي على حق في شكل نقدي. فدي طريقة ولسه مستحدثة جديد، والبورصة الذهبية خلاص تم تدشينها وخدت موافقة هيئة الرقابة المالية، وعندنا دلوقتي حوالي شركة أو شركتين بيعملوا في هذا الأمر. طيب دكتور محمد معلش نتوقف هنا عشان نفهم الناس الفرق ما بين أن أنا أعمل اللي حضرتك قلت عليه ده، معلش إحنا مبتدئين في الموضوع، وما بين أن أنا أروح أشتري ذهب عادي وبعدين أبيعه. أنا زي ما قلت لحضرتك أن لما أنا بشتري مصوغات ذهبية، سواء يعني سواء سبائك ذهبية أو سواء مشغولات ذهبية، ده بيعرضني لمخاطره كبيره جدا. اي نعم ممكن يكون العائد كبير قوي، ولكن ايضا المخاطره كبيره نظرا لتقلبات الاسعار ما بين وقت للتاني، وبالتالي ممكن المواطن يخسر في الاستثمار اللي هو لما بيشتري ذهب علشان يعيد بيعه مره اخرى، او حتى بيشتري بمبالغ كبيره جدا ممكن السوق بيحصل فيه تشبع، وبالتالي علشان يجي يبيع بيكون قدامه وقت كبير كان من الممكن ان هو يستفيد بهذه الاموال مره اخرى. النهارده بقى لا، احنا عندنا ما يسمى ببورصه الذهب او بالبورصه الذهبيه، ودي بورصه واخده اعتماد من هيئه الرقابه الماليه، شانها شان البورصه المصريه بالظبط. الذهب فيها بيخضع طبعا لظروف العرض والطلب، وبالتالي الاستثمار في هذا الذهب، شركات كبيره بيوت خبره عالمية بتقوم بالاستثمار في هذا الذهب، ومن ثم يكون عندهم مهارة عالية جدا في إدارة التحوط أو إدارة المخاطر. وبالتالي المواطن البسيط اللي ممكن يستثمر ب1000 جنيه ولا ب5000 جنيه ولا ب10000 جنيه حتى لحد مليار جنيه،
ما بيبقاش شايل هم التحقيق العوائد المختلفة لأمواله، لأنه في نهاية الفترة بيحصل تعاقدات احنا بنقولها عليها حتى بالصيغة في الشريعة الإسلامية عقود السلم، يعني إن أنا بتفق على بضاعة، البضاعة دي أنا ببقى عارف إن أنا مش هخسر فيها بعد مرور فترة زمنية معينة، وبيبقى لي عظيم. حرية الاختيار إن أنا بفاضل هل ممكن آخد حق المادي ده أو حق النقدي اللي أنا دفعته في الأول كقيمة ذهبية، أو إن أنا باخده كقيمة نقدية على حسب ما يعني تتوافق مع رغباتي أو ميولي الاستثمارية. عظيم. دكتور محمد، عايز أسأل حضرتك عن أفكار استثمارية صغيرة في 2023. الناس كلها ده حديثها، بيقابلوا بعض دلوقتي يشوفوا إحنا ممكن نعمل مشروع إيه يساعدنا في هذه الأزمة الاقتصادية. هل من والله أنا الأفكار؟ من زمان وأنا بنادي بأنه الناس لازم تنتج والناس لازم تشتغل والناس لازم تفكر في فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أي حد يا جماعة عنده حرفة وشايف أنه هو شاطر فيها يحاول يفكر في أفكار إبداعية وأفكار ريادية ويحاول يقدم للمجتمع منتج هو شايف أن المجتمع يهمه جدا الحصول على هذا المنتج، صدقوني ربنا هيكرمه وهيفتح له أبواب الرزق من أوسع أبواب. الحاجة التانية أنه الناس لازم تفكر أن هي ما تضربش، يعني المضاربه دي هي اللي جابت اجلنا بصراحه، يعني في السوق وفي المجتمع بشكل عام، ان احنا بنشتري بضاعه عشان نخزنها علشان سعرها يكبر او يرتفع، وبعد كده نخرج هذه البضاعه نبيعها للناس باسعار مغاليه جدا، ده يا جماعه امر صدقوني اقتصاديا متعب جدا ومرهق بالنسبه للدوله، وبينعكس على الجميع بلا استثناء بامور سلبيه وبامور عكسيه. كلمة السر في إن إحنا ننتج، كلمة السر في إن إحنا يبقى عندنا فرصة لزيادة معروضنا، ولما المعروض ده بيزيد الأسعار بتقل مع مرور الوقت. طيب دكتور، عايز هناك أسأل مجالات حضرتك. ومشروعات كثيرة جدا من الممكن إن المواطن يدخل فيها، زي إن هو مثلا ممكن يستثمر في العقارات، والعقارات هنا بتنصب على إنه يبقى عنده حتة أرض صغيرة هو وجيرانه أو هو وقرايبه ممكن يشتروها بغرض الاستثمار، ممكن يبقى العقارات في شكل ايجارات سكنيه ويبقى معامل الخطر بتاعها قليل جدا، وبالتالي ممكن يحقق فيها ارباح كويسه من غير ما يبذل جهد خالص، ممكن يتجه الى الايجارات الصناعيه دي برضو حاجه مهمه جدا، ممكن يتجه لو فكره ناضج شويه الى الاستثمار في بورصه الاوراق الماليه يشتري اسهم وسندات، ممكن يعني لو كان عنده نضج اكتر ماليا ان هو يتجه لسوق المال ويستثمر في سوق هو المال، يعني ازاي لو كان بقى معاه مبالغ المواطن العادي كويسة يبقى عنده بس شرط نضج انه يكون عنده وعي. استثماري مالي يا دكتور؟ ازاي المواطن العادي يبقى عنده نضج مالي استثماري؟ ازاي نحصل على هذه المعلومات كمبتدئين وعايزين يعملوا استثمارات وعايزين ينجحوا، وخصوصا الشباب والافكار كمان؟ هل مثلا وزارة العمل بتقدم افكار مثلا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ودول كتير قامت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم، سؤال حضرتك جيد جدا، واعتقد انه احنا في امس الحاجه ان احنا نهتم بيه، احنا عندنا افكار المشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر موجوده، ممكن يروح جهاز المشروعات التابع لهيئه الاستثمار، ممكن يروح وزاره التضامن الاجتماعي، ممكن يروح لاي بنك يعرض على فكرته، ومن ثم البنك بيعتبر بيت خبره ان هو بيقدم له التمويل وعايز يحافظ على التمويل ده، وبالتالي هو ممكن يقدم له الدعم ويقدم له الوعي والمعلومه، ممكن يذهب لاي حاضنه اعمال زي الجامعات على سبيل المثال بيكون فيها حاضنات اعمال للمشروعات الصغيره يسال ويشوف باقل الادوات، ممكن بدل ما يدخل على الفيسبوك ممكن يدخل على جوجل وكيف يتم بناء مشروع صغير او كيف يتم الحصول على مشروع صغير. عايز اقول لحضرتك حكايه بسيطه جدا، احد الاصدقاء كان بيسالني من كام يوم على ازاي يجيب تمويل علشان يفتح مشروع لحضانه اطفال، والحقيقه ده كنت حديث عاجز الكثير من ان انا الأوساط اقدم له الشبابية، التمويل. معلومه، الان توصلت الى انه على سبيل المثال بنك ناصر الاجتماعي بيقدم مبادره اسمها حضانتي، بيقدم تمويل 5.3% ودي تكلفه منخفضه جدا عن التكلفه اللي بتقدمها البنوك التقليديه حوالي 18 او 20%، وبالتالي ده فرصه كتير جدا، انا واحد كاستاذ جامعه ومتخصص في التمويل والاستثمار ما كنتش اعرفها، فلابد من الاعلان الكافي، لابد من التوجيه والارشاد الكافي بالنسبه للمواطنين عن مصادر وطرق التمويل المختلفه، فكر اداره المشروعات. انا لحد دلوقتي يا فندم النهارده لم اجد في اعلامنا سوى القليل جدا من برامج تلفزيونيه او برامج اذاعيه ممكن تقدم فكر تنموي للناس كيف تبدا في مشروع صغير، صحيح، كيف تدير مشروع، كيف تخطط، كيف تحصل على الاموال اللازمه لاقامه مشروع، كل دي امور احسن جدا من اللي احنا ممكن نشغل نفسنا بيه من اعلام او دكتور، نشغل نفسنا بيه وانا من امور بفكر اعمل مشروع، بتؤدي ايه الى فكر العوامل استهلاك مش فكر انتاج.
وانا بفكر اعمل مشروع، ايه العوامل الرئيسيه اللي المفروض تكون موجوده في دماغي وانا بدور على المشروع الاستثماري ده، وايه العوامل اللي المفروض تكون موجوده فيا انا كشخص علشان اقدر استثمر؟ يعني محتاج مثلا وقت، محتاج افكر ازاي، ايه يكون اتجاه تفكيري وانا بشوف مشروع استثماري اقدر ان يكون ليا منه عائد؟ اول حاجه لازم المواطن او اللي عايز يدخل مشروع لازم يكون حابب، هو داخل المجال ده وهو عنده فيه درايه وهو عنده فيه معرفه وحابب هذا المجال. ما يمكنش ابدا ان واحد يسمع عنده ثقافه سمعيه، يسمع ان حد نجح في حته معينه فيروح يقلده. دي مصادر الفشل الاولى اللي ممكن تكون موجوده. واقول لحضرتك انه دراسه اتعملت انا شخصيا قمت بيها، المشروعات الصغيره في مصر فيها مشكله كبيره جدا. كل 10 مشروعات خلال اول سنتين من عمل المشروع ما بيبقاش منهم الا 8 الا 2، يعني اللي نسبه بيكمل الفشل يعني. 80%. فبالتالي لازم انا اكون حابب المجال اللي انا داخله، لازم بدراسه اكون فاهم حضرتك عنه كويس عوامل قوي. الفشل دي كانت ايه علشان الناس تبتعد عنها؟ ليه يعني ليه فكره بقيه التقليد، المشروعات دي ما فكره انه ما كملتش؟ عندوش خبره بالاداره، فكره انه بيقدم منتج تقليدي، فكره انه مش عارف يسوق لمنتجه بشكل كويس، فكره انه بيجيب تمويل بتكلفه مرتفعه، كل دي عوامل بتساهم في النهايه ان المشروع بتاعه يتم اخفاقه. وبالتالي احنا لازم، يعني اذا عرف السبب بطل العجب، احنا لما نقدم ده للناس، واحنا كتير جدا انا عندي كتب بتتكلم عن الموضوع ده والاعلام احيانا نظهر فيه يتكلم عن الموضوع ده، وهناك برامج على اليوتيوب اللي هي البودكاست اللي موجوده على اليوتيوب بتتكلم عن الموضوعات دي. وبالتالي لازم الناس تفهم يا فندم، الوعي ده والمعرفه هي اللي بترشد السلوك البشري ان هو يكون سلوك منتج وسلوك فعلا ناجح. فرصه التمويل الدوله بتقدمها بشكل كويس جدا، ولكن برضو انا بعيب على التطبيق والتنفيذ. الرئيس السيسي وجه ب 200 مليار جنيه من اموال البنوك لدعم المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه، ولكن لما نيجي نشوف على مجال التطبيق هنلاقي للاسف ان المبادره خرجت من اطارها الاساسي او اطارها الجيد اللي الرئيس وجه بيه، وكان هناك معوقات كثيره جدا بتواجه صاحب المشروع الصغير او متناهي الصغر. لابد من التسهيل، لابد من التيسير، لابد ان الناس تعرف ان في قانون منظم للمشروعات الصغيره والمتوسطه. كنت بدي محاضره اول امبارح في جامعات الصناعات في الجيزه في في في, في مدينه اكتوبر، وافاجئ ان مجموعه المستثمرين اللي موجودين لم يقراوا نص قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، وبالتالي فايتهم كتير جدا من حوافز بيقدمها هذا القانون. فما بال حضرتك بالمواطن العادي اللي لسه عايز يدخل. فانا بقول لحضرتك من خلال منصتك الكريمه دعوه لكل اصحاب المشروعات أو أصحاب النوايا لإقامة مشروعات إن هو لازم يقرأ ولازم يفهم. أول حاجة في دراسات الجدوى يا جماعة لازم نعرف القانون بيقول إيه، لازم نعرف البيئة اللي إحنا بنشتغل فيها بتمشي إزاي، لازم ندرس كويس قوي مصادر التمويل وتكلفتها، يا ترى أروح أجيب من بنوك، يا ترى أروح أجيب من مالي الخاص، يا ترى أروح أجيب من أي مصادر أخرى. دي حاجة مهمة جدا، لازم أدرس الطلب، السوق ده محتاج إيه، عايز إيه. وهنا فكرة رائد الأعمال الصح، رائد الأعمال الكويس هو اللي بيدور على الفكرة الابتكارية، على الفكرة المستحدثة الاستباقية اللي محدش غيره سبق فيها، ويكون عنده بقى هنا تحمل المسؤولية والمخاطرة. هو عارف ان هو داخل بيزنس احتمال كبير جدا يفشل، فعلشان عارف انه احتمال كبير جدا يفشل هيكون عنده الوازع انه يتعلم، انه يقرأ، انه يدخل في مجال ياخد فيه زمام المبادرة، وبالتالي مزيد من الأرباح ممكن يحققها في وقت قريب جدا. إذن الوعي الاقتصادي يا دكتور ده حديث هام جدا، وحضرتك بتتكلم عن المحاضرات، هل بتدي محاضرات داخل الجامعات؟ لأنه الأفكار دي معظمها موجودة عند الشباب، يعني شباب جامعي كتير بيقدم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيبقى عندهم أفكار مضيئة جدا. هذا الفكر احنا بنبادر فيه، يعني كأستاذ زائر في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية نصر العسكرية العليا، احنا بنبادر بهذا الفكر بنعلمه للناس، وكان هناك قطاع عريض من الناس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لهم الرسالة. الجامعات احيانا اذا كانت هناك دعوه، ومن خلال منصه حضرتك انا على اتم الاستعداد لتلبيه اي دعوه من اي مكان في مصر لتطوير فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه وتدريب الشباب عليها. وهناك جهود مبذوله من جهاز المشروعات، هناك جهود مبذوله من وزاره التضامن الاجتماعي، هناك جهود مبذوله من وزاره القوى العامله، هناك جهود مبذوله من القوات المسلحه المصريه لدعم الوعي الاقتصادي، خاصه ان الاميه الاقتصاديه في مصر اتصور ان هي ممكن تصل لاكثر من 95%، والدليل على كده حاله التوهان اللي المواطن بيعيشها. يا ترى احط فلوسي في شهادات ادخار، يا ترى اشتري ذهب، يا ترى اشتري عقار، يا ترى اشتري اراضي، يا ترى اشتري سيارات. وبالتالي القرار الاقتصادي يا فندم دايما قرار يطرح مجموعه من البدائل علشان اقدر اختار البديل المناسب اللي يحقق لي اعلى عائد باقل تكلفه ممكن.
علشان كده حديثنا اليوم يا دكتور مع حضرتك، لانه ده حديث الساعه في كل البيوت المصريه، الاستثمار، والناس ابتدت يبقى عندها وعي كبير باهميه ده، اهميه انه يكون عندي دخل ثابت وعندي شغل الحمد لله اللي ربنا كرمه، وكمان عايز يزود دخله وعايز يشتغل عايز يعمل مشروع. علشان كده بنتكلم النهارده ايه المشاريع المتاحه اللي ممكن تكون يعني الناس تقدر تدخل فيها، سواء هو خبير في هذا المجال او هيشارك حد بس خبير لكن هو ما عندوش المعلومه الكافيه عن الموضوع. راي حضرتك في ده ايه؟ ان ادخل مشروع انا ما عنديش معلومات كافيه فيه، لكن هيبقى فيه ورق رسمي ونيه طيبه من الطرفين، واشارك حد بس هو عنده الدرايه الكافيه بهذه المشروعات وعنده الوقت كمان لمتابعه المشروعات دي، ايه اللي ساعتها هنا انا لازم اعمله لو انا الطرف اللي ما عندوش المعلومات الكافيه عن هذا المشروع؟ ابحث يا فندم عن المعلومه. يعني صدقيني حضرتك، الوعي والمعرفه دي كنز كبير جدا لازم احنا في مصر نتعلمه. لو انا كان عندي نوايا رياديه ان انا عايز افتح مشروع، وبالتالي لابد ليا ان انا اروح ادور عن المعلومه، ابحث عن مصادر ذات ثقه، ابحث عن الجهات الرسميه. عندنا جمعيات رجال الاعمال او جمعيات المستثمرين موجوده في كل عاصمه محافظه من المحافظات ال 27، عندنا جهاز المشروعات موجود، عندنا الويب سايت او الموقع الالكتروني لجهاز المشروعات لو هو مش عايز يكلف نفسه ويروح للقاره في صلاح سالم او للجهات التابعه ليه، عندنا الصندوق الاجتماعي للتنميه وروافده في جمهوريه مصر العربيه، عندنا بنك نصر الاجتماعي، عندنا بيوت الخبره اللي هي البنوك المصريه وما تقدمه من استشارات يمكن ان يطلبها العميل، عندنا الجامعات المصريه، عندنا اي حد عنده وعي بهذا الفكر الاستثماري عليه ان هو يسال جيدا ويعلم جيدا وما يدخلش مجال الا لو كان فاهم فيه وعارف فيه. انا اروح مثلا اشتري حاجه من محل للادوات الصحيه، الاقي الراجل ده اللي بيبيع فاهم كويس قوي في البناء، مواد البناء، وفاهم كويس قوي في مواد الاستباكه، وفاهم كويس قوي في مواد ما اعرفش ايه، فبيبقى عنده درايه فبيبقى شاطر. ليه؟ انا لما اروح افاضل ما بين واحد بيبيع ادوات صحيه الف او باء، انا بختار الف لانه الراجل ده فاهم ان هو عارف الكميه دي مطلوبه قد كذا، والماسوره دي قطرها كذا، ومش عارف ايه الصاموله دي مساحتها كذا او قطرها كذا. انما المحل الثاني ما عندوش الدرايه او المعلومه، فممكن يتعبني وممكن يخليني اروح واجي عليه اكتر من مره. فالمعرفه والوعي ده كنز كبير جدا. صحيح. المواطن المصري الافكار كتيره جدا، وانا في حل ان انا اقول افكار، انا ممكن اقول لحضرتك 50 فكره ولا تنتهي الحلقه. ولكن احنا بنقول ان الدوله النهارده بتقدم دعم كبير جدا بالنسبه للصناعات والمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. لاول مره في مصر يبقى عندنا قانون محترم، القانون 152 لسنه 2020 او 2020 لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه. هناك مجموعه كبيره جدا من المزايا والحوافز الماليه وغير الماليه والضريبيه اللي ممكن تتقدم لمثل هذه المشروعات. على الناس ان هي تقرا وتفهم القانون، على الناس ان هي تشوف التجارب اللي نجحت اخبارها ايه، على الناس ان يكون عندها صبر ومصابره، ان هي لما بتعمل مشروع ممكن يخفق مره ممكن يخفق تاني مره، ولكن هو فكره الانتشار وفكره التوسع ان هي لازم تكون موجوده عنده علشان يحقق مع مرور الوقت ارباح ويقدر ان هو يثبت اقدامه في السوق. صحيح. اكتر واكتر. صحيح. بدعو الناس للمره الالف اتعلموا ويبقوا عندكم وعي ويبقى عندكم معرفه، اعرفوا يعني ايه دراسه جدوى، اقروا بمزيد بنجتهد يا دكتور عشان يكون في وعي اقتصادي، لان ده شيء هام جدا في هذه المرحله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.